المدني والثامر والشمالية كلها والمدني الحسين مدني يا سماح بطول والعلا زي ما قالوا صحيح ومرا أحييها زمان صراحة يا برنس الفئة الجنس الثالث ده البنية سوحيت السويسرية فيد الشمالية وساعت السويسرية دل دل مالك مالك ومال الناس دل هبشتيهم تحمل مسؤوليتك دل والله استاذ انا ده هبشتهم ليوم الليلة شغالين يردموا فيها مالك ومال لهم دل ما يا اخي انت ما بتعرفي تنتقدي ده ما انت قد لا حول ولا قوة الا بالله منك زمان في المجتمع السوداني بحسب قيمه وعاداته بغض النظر عن الإنسانية وحقوق الإنسان والقصص الجديدة دي كان الزول يعني بيكون المجتمع كده زي عامل له إقصاء كده أو عازله فين الآن والله بيهم موجودين في صميم المجتمع منتشرين انتشار النار في الحشيم قصدك الجنس الثالث ونديل او نديل ذاتهم متأكدة حبشان مالك ده الله قال بيقولك ده استاذ انا ده حبشتهم والله ليهم اللي بيردموا فيها قال لك حبش الناس ده المهم مشكلتك مشكلة كبيرة يا بنتي لا حول ولا قوة الا بالله ما عندك طريقة باي انتقاد انت تحملي البسي معاهم